نحن ساكنين بمخيمات وفدنا شتي، عم نروح نجيب خبز طريق بعيد، وبدنا اياه بلكي بنتمنى يبحصونا اياه عشان نروح مدارسنا ونتعلم. في هالطوفان وشايفين الوضع شلون، وفي عنا مشكلة لسه أهم، التدفئة. عنا صوبات على الكاز وفي على الحطب وفي على المازوت، وكلها عم بتسبب أمراض لهالأطفال، وهالأطفال بتيجي تاخدهم على الدكتور، يعني ما وحل كل يوم تاخدهم على الدكتور. منريد تلاقوا لها وضع أحسن.